علم الاقتصاد. علم الاقتصاد هو فرع من العلوم الاجتماعية يبحث في الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية، بغية إنتاج السلع وتوزيعها على أفراد المجتمع للاستهلاك في الحاضر والمستقبل. يضطر المتخصصون في كثير من الأحيان في دراسة علم الاقتصاد إلى الاستعانة بالفروع الأخرى للمعرفة الإنسانية، بغية تفسير ظاهرة ما من ظواهر الحياة الاقتصادية المعقدة. 1. علاقة علم الاقتصاد بعلم الجغرافيا. يتناول علم الجغرافيا الموارد الطبيعية وخصائصها وأماكن وجودها، وهو ما يفيد الدراسات الاقتصادية التي تهتم بمعرفة الموارد الطبيعية. 2. علاقة علم الاقتصاد بعلم التاريخ. يحكم هذه العلاقة مدى حاجة الاقتصاديين إلى دراسة التاريخ لتعرف تطور النظم والأفكار الاقتصادية المختلفة ومعالم كل من هذه النظم. 3. علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع. يوفر علم الاجتماع للاقتصادي المعلومات الضرورية عن المناخ والجو الاجتماعي، مثل دراسة حالة الفقر بمناطق الريف في أي بلد، إذ لا بد من توافر بيانات عن المناخ والجو الاجتماعي السائد في تلك المناطق من أجل تحسين أوضاعهم وحل مشكلاتهم. 4. علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس. يهتم الباحث الاقتصادي كثيراً بمعرفة سلوك الفرد في الإنفاق والاختيار وحاجاته، لذا فهو يستعين بعلم النفس ليتمكن من فهم الإنسان وتحليل سلوكه والتنبؤ بمستقبل هذا السلوك.